مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي الإنساني نافذة أمل. بداية أشكركم على متابعتكم للبرنامج واهتمامكم به، وهذا ما لمسناه من خلال مشاركتكم الكثيرة التي تصل إلينا وتفاعل الكثير مع حلقات البرنامج، والذي شفت فيه بعض المآسي الإنسانية التي هي بعيدة عن أخلاقيات المجتمع اليمني، ونحن نناشد بسرعة الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين أينما كانوا، سواء كانوا في جهة حكومية أو أي جهة أخرى. فهناك جهات أمنية هي المسؤولة المباشرة عن هذا الأمر، ونحب أن ننوه أن برنامجنا نافذة أمل هو ملك للجميع، فأي معتقل أو أسرة معتقل أو أي شخص يحب أن يشارك ويظهر في البرنامج فأهلا وسهلا به، لكن يجب أن يصطحب معه أدلة من جهة رسمية أو جهة حقوقية ومرفوع فيها بلاغات رسمية معتمدة لكي نظهر الحقيقة للرأي العام وأصحاب القرار. مشاهدي الكرام، اليمن مجتمع محافظ صاحب تقاليد وعادات عربية حميدة وعريقة. أنتم أهل اليمن والحكمة، هل سمعتم باعتقال واختطاف النساء؟ نشوف مع بعض اللقطات ومن ثم نسمع رأي الجمهور. اعتقال المرأة وأخذها من بيتها، فهذا شيء يخالف لا يمس للتقاليد أو العرف اليمني أو عادات أو شهامة اليمنيين في أخذ المرأة، سواء كان في أخذها من بيتها بدون سبب أو بدون. لا يجوز حبس المرأة، لأن المرأة لها الحرمة، وهي المرأة بشكل عام لها حقوق خاصة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير. فإذا كان يأتي في يوم من الأيام، وفي اليمن يعني في يمن الإيمان والحكمة والذي آمن برسالة وأرق قلوبا وألن يفئذ في أخذ المرأة من بيتها وأخذها إلى السجون إلى مكان لا يرقى أن تكون المرأة فيه، فهذا شيء إن جنا من باب القبيلة فهو يعتبر عيب أسود في القبيلة في أخذ المرأة، أو أي تهجم على المرأة يكون عيب. عاداتنا وعرافنا وتقاليدنا ما تسمحش بهذا الشيء، وخطف البنت بهذا الطريق وبهذا الوحشية تعتبر جريمة، وجريمة كبيرة بالذات لأنها أصبحت ظاهرة جديدة علينا في المجتمع اليمني. فاللي بيعمل هذا العمل ما نش عارفة كيف بيعملها وكيف يقدر، ما عنده خوات، ما عنده أم، ما عنده أخت. إذا كان لا يجوز أن تأخذ الأخ والأب، فما بالك أن تأخذ امرأة؟ ما بالك أن تأخذ امرأة؟ إذا كان لا يجوز، ما يجوز أن تأخذ بالجرم أو بالمخالفة شخص آخر من الأسرة، سواء كان ابنك أو أخوك، ما بالك أن تأخذ امرأة؟ فقلت لك هذا انحطاط خلقي لا مثيل له. لو كان واحد وقع في نفس الموقف أخذه أمه أو بنته أو أخته بيحس بالموقف، أو أنه أحد من أقاربه، وأتمنى أنه أي واحد عنده أخوة يحس بالموضوع هذا ويثيره، لأن إحنا إذا وصلنا لهذا الحد بكرة بعده بيجي يخطف النساء من بيوتين بدون أي ذنب. بالنسبة لاختطاف النساء عندنا في اليمن هذه لا من أعراف القبائل ولا أعراف الدين ولا أعراف يعني عادة اليمنيين، يعني على مر التاريخ المرأة دائما عندنا في اليمن مقدرة ومعززة ومحترمة. أما اختطاف النساء فهذا في دولة علي عبد الله الصالح، وصلنا إلى أوسخ من الاختطاف إلى قتلهم، مش الاختطاف فقط إلى قتلهم، وهذا الجريمة تعتبر جريمة كبيرة جدا في حق المجتمع اليمني وحق الإنسانية.
الذي بيختطف النساء هذا انسان جبان، لا له قيمه ولا له وزن، لا في القبيل ولا في الاعراف التواليه، ولا ليس منا من اختطف النساء، لان النساء هذه مكلف. اذا بينك بين قريه وقريه حرب، او بين دوله ودوله، لا يمكن ان تصير المره وتجيب حشي حاكيه، لان عيب وعار. اعتقال النساء او اختطاف النساء هذه جريمة جديدة على عادات اليمن، الشعب اليمني وتقاليده وأعرافه عبر الأزمان. كانت القبيلة وما زالت القبيلة اليمنية أساس أو أقدم شكل من أشكال منظمات المجتمع المدني، وكانت القبائل تشن الحروب على بعضها، لكنهم كانوا يجنبوا المرأة ويجنبوا الأطفال، وكان من العيب الأسود الاعتداء على النساء، ومن العيب الأسود الاعتداء على الأطفال وقطع الطرقات. أما الآن فقد اختلطت الأوراق وأصبح كل شيء يعني مباح في هذا في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها شعبنا. عندنا قبيلة كانت تحارب يعني ليل نهار، تجي ملحقة حق المحاربين ما يعسون بالمرة، يجوا السوق وفي الأسواق ما يعسون بالمرة، لما ذول الحدود. بدأت الثورة وقفت هذه الثارات بكلها، ما بالك بالحرمة. الحرمة ما حيتعداها لا أسلاف لا قبلية ولا عرفية ولا دولية. طبعا النظام الذي يقتل يسهل عليه أن يختطف، فالقتل هي يعني أبشع جريمة يمكن أن يرتكبها الإنسان. فإذا كان يسفك الدماء في الشارع بدون أي مبرر وبدون أي خجل من العالم، فلماذا لا يختطف؟ يعني قد ما تكونش عندنا إحصائيات دقيقة عن عدد النساء المختطفات فعلا، لكن هناك شواهد تدل أن الاختطاف موجود. مثلا قصة بدرية غيلان، كلنا نعرف هذه القصة وكلنا سمعنا عن اختطافها وعن أيضا خروجها من السجن. هذه المرأة الطاهرة، المرأة العفيفة، المرأة الثائرة، المرأة الحرة التي خرجت لأجل أن تطالب بحقوقها، تم اعتقالها وتعذيبها في الأمن القومي بأبشع طرق التعذيب، تعذيب جسدي وتعذيب نفسي، وتحت التعذيب أجبرت على أن تقول أنها خرجت مع صديقها أو ما إلى ذلك. شيء يعني تلقائي وطبيعي أن تكون تحت الضغط. يعني لو كانت فعلا فعلت ما قالت وأنها خرجت مع صديقها، ما الذي يجبرها أن تتحدث أمام الآخرين أو تسمح للقنوات أن تنشر عنها ذلك؟ إلا أنها فعلا كانت تحت الضغط وتحت التعذيب، وكانت بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تعترف بهذا الكلام أو تظل 5 سنوات في هذا المكان الذي كانت فيه. وعندما خرجت جاءت إلى منظمة هود وتحدثت عن قصتها وعن أنها اعترفت تحت الضغط. أيضا بدرية في السجن كان في معها امرأة معلقة وأثار التعذيب على جسدها والدماء، وكانت تسألها من أنتي، ليش دخلتي، ليش كذا، بس المرأة لم تتحدث. يعني لكثرة ما تعذبت ولكثرة ما تعرضت من الضغوطات النفسية، يعني أقل شيء أنها لا تتحدث ليس بالأمر الغريب. كذلك الطفلة أو الفتاة شيماء اللي كانت تأتي للساحة وتم التبليغ أيضا من قبل الأهل عن اختطافها ونشر الخبر في قناة سهيل، هذه الحادثتين اللي وصل بلاغ حقيقي إلى المنظمة، وهذا حسب إحصائيات منظمة هود. بقية النساء وصل بلاغ عن باص حكومي يحمل رقم 3700 وشوية، لا أذكر الرقم. هذا الباص اختطف امرأتين في شارع حداء أمام مطعم الخضراء، وبعد فترة وصل بلاغ أيضا عن نفس الباص ونفس الرقم أنه اختطف امرأتين في جسر مذبح، وكذلك بعد فترة وصل البلاغ عن نفس الباص ونفس الرقم اختطف امرأة من شارع الميثاق. فوجود أكثر من بلاغ عن هذا الباص وعن رقمه وعن الشيء الذي يعمله يدل أن الأمر هذا وجد حقيقة، مع الاختلاف في العدد قد يكون 5 وربما أكثر من 5. أيضا مسيرة القاع والشهود في مسيرة القاع على اختطاف النساء، في منهن جريحات وفي منهن ربما شهيدات، ورغم هذا تم اختطافهم، وتقريبا في 17 شاهد على هذه الحادثة. أيضا ما شاهدنا في مقطع البنت اللي بتتكلم في المستشفى أنهم حاولوا يختطفوهم وجوه الشباب وقتلوا الشباب أمام الفتيات، هذا أيضا دليل أنه فعلا كان في اختطاف للنساء في هذه المسيرة. مع الاختلاف في العدد، المنظمة تذكر أنها 8 فتيات. ايضا في من المختطفين اللي خرجوا من السجن ذكر انه اثناء التحقيق كان في امراه موجوده وسالها خلسه من الضابط من هي، فقالت له اسمها وقالت له انها اختطفت في مسيره القاع اللي في 18/10، وكان قد اختطف هذا الشاب في 25/10. فالشاهد من هذه القصص انه في شواهد وامثله وادله تدل على ان الاختطاف حقيقه موجود.
في الأمر موجود، إلا أنه الذي يخفى علينا الآن كم عدد هؤلاء النساء المختطفات، وأتوقع أنه بعد الثورة سيتكشف ظلم هذا الرجل وجرمه وماذا عمله في المجتمع. كذلك قضية المصور، مصور قناة سهيل أحمد فراس، في قضية اختطافه معروف أنه تم اختطافه هو وزوجته وأمه، جلسوا فترة في السجن، زوجته وأمه جلسوا فترة في السجن وبعدين خرجوا وظل هو الفترة الباقية. فيعني حتى لو أثبتت حالة اختطاف للنساء ولو كانت حالة واحدة، هذا دليل على بقية الحالات التي لم نعرفها أو لم تصل إلينا البلاغات عن اختطافهم. موضوع البلاغات عن اختطاف النساء طبعا معروف المجتمع اليمني ومحافظة المجتمع اليمني وخصوصية المجتمع وكذلك خصوصية المرأة في مجتمعنا اليمني. من الصعب جدا على الأسرة أنه ترفع بلاغ أن ابنتها اختطفت، من الصعب أن يتخيل الرجل أنه في يوم من الأيام سيساء إلى سمعته أو إلى شرفه. المسألة في اليمن على وجه الخصوص مسألة حساسة جدا ومسألة مؤلمة، ويعني العائلة ربما تفضل أن تنتهي العائلة تماما على أن يلحقها العار. لذا لا توجد بلاغات واضحة عن عدد النساء المختطفات. المتعارف عليه قانونا أنه قضية الاختطاف تصل عقوبتها من 5 إلى 7 سنوات إذا كان اختطاف لرجل، وإذا كان الاختطاف لطفل أو امرأة تصل إلى 12 سنة، وإذا رافق الاختطاف عنف أو اغتصاب تصل إلى حد الإعدام. فالقانون لم يغفل دور المرأة، لكن لا يوجد من يطبق هذا القانون. رسالتي إلى الرجل اليمني الغيور، أناشد فيه رجولته ومرؤته وشهامته ألا يقف إلى جانب هذا النظام الذي انتهك حقوق المرأة، ولا يكون في يوم من الأيام ممن اختطف المرأة أو عذبها. وأذكره بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، وقد تأتي في الأيام وتكون إحدى قريباته أو زوجته أو أمه أو أخته من هؤلاء المختطفات، فليتق الله في هذه المرأة. رسالتي الثانية إلى أسرة المختطفة أن يقدموا البلاغات إلى المنظمات حتى يتسهل خروج ابنتهم، وليس شرطا إذا قدم البلاغ أن الأمر سينتشر، بل يسهل ويجعل يعني بقائها في السجن فترة أقل. صحيح أن مسألة العار ومسألة العيب مسألة كبيرة، لكن أيضا مصير ابنته أهم من ذلك بكثير. رسالتي كذلك إلى أختي المختطفة الثائرة الحرة، أقول لها أن تصبر وأن تثبت، فالله سبحانه وتعالى قد ابتلاها بهذا الابتلاء، والحرية ثمنها غالي. فإذا كان الله قد ابتلى امرأة بأن كانت شهيدة وامرأة بأن فقدت ابنها أو زوجها أو فقدت عضوا من جسدها، فالله قد ابتلاك بأن تكوني في هذا المكان، فاصبري واعلمي بأن نصر الله سبحانه وتعالى قريب. وهذا ليس عيبا إن كان المجتمع قد جعله عيبا، إلا أن الإسلام لم يعتبره كذلك، بل كان للإسلام وللمسلمات الفخر بسمية أول شهيدة في الإسلام، وقد كانت أسيرة وعذبت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرها وأهلها بأنهم من أهل الجنة عندما قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة.